السلام عليكم، سلامة أعزاء، كنتمنى أنكم تكونوا على خير. مرحبا بكم في الحصة ديال اليوم. الحصة ديال اليوم اللي غنشوف فيها واحد الدرس مهم بالنسبة للدروس ديال الهندسة، اللي هو تريغونومتري، الحساب المثلثي. سواء نورمال أو بيوف يمكن لك تتبع معايا بشكل مبسط في هذا الدرس هذا. دونك هذا الدرس غنقسمو على جوج أجزاء. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غنشوفو هاد لابارتي الأولى اللي غنطرقو لها اليوم، غنشرحو فيها واحد القواعد اللي غادي نتعلم ونحسبوا فيها النسب المثلثيه، سيتادير لي رابور تريغونوميتريك. اي بيان سور هذا الدرس هذا عنده علاقه مع مبرهنه فيثاغورس، العلاقه اللي كتربط بيناتهم، سيتادير تيون دو بيثاغور، العلاقه اللي كتربط بيناتهم هو المثلث القائم الزاويه، لو تريونغل ريكتونغل. الوغ كيف ما كنا كنخدموا في المثلث القائم الزاويه في مبرهنه فيثاغورس تيون دو بيثاغور، لا ميم شوز في هذا الدرس غادي نخدموا على لو تريونغل ريكتونغ، وبالتحديد غادي نخدمو على لي زونغل ايغو. لي زونغل ايغو هما الزوايا الحادة. الزاوية الحادة اللي كنا تعرفنا عليها في الابتدائي، وكنا تعرفنا على مجموعة ديال الزوايا، ولكن بين الزوايا اللي غادي نركزو عليهم هنايا في هاد الدرس هذا هي الزاوية الحادة، سيتادير اون فرونسي اونغل ايغو. اونغل ايغو اللي باش كتميز هاد الزاوية الحادة، عطينا هنايا واحد الرمز الفا، كي كتشوف معايا مكتوب هنا الفا، هاد الرمز كيتقرا الفا، وممكن نشوفو رمز اخر اللي هو هاد بحال هاد الشكل هذا كيتقرا بيتا، دونك هاد الرمز كيتسمى بيتا. وكاين اساتذة اللي كيعتمدوا في الدرس على واحد الرمز اخر اللي هو اكس، كاين اكس الفا ثم بيتا، على حسب الاستاذ كيفاش كيتعامل مع هاد الرموز. دونك بالنسبة للزاوية الحادة، كنعتبر بأن ألفا هي قياس زاوية حادة. بينو لينا هنايا ألفا كيفاش كيكون القياس ديال الزاوية الحادة، كيكون محصور ما بين صفر درجة و 90 درجة. دونك أعيد، الزاوية الحادة هي اللي كيكون القياس ديالها محصور ما بين صفر درجة و 90 درجة. دونك لا مزور دو سيت أونغل أو بيان دو لونغل إيغو إي كومبخي أونتخ 0 دوغري إي 90 دوغري. جيسبيغ كو سي كلير. دونك حنا ملي غندوزو المرحلة الثانية اللي هو المثلث القائم الزاوية، قبل ما نهضرو على هاد لي كوتي غنفهم اشنا هما هاد الزوايا الحادة. دابا خصني نعرف علاش بدينا بأونغل إيغو، لأن هاد لي زونغل إيغو غادي نلقاهم في لو تخيونغل غيكتونغل، في المثلث القائم الزاوية. وعلاش أستاذ غنمشي نعرف هاد لو تخيونغل غيكتونغل ونعرف هاد الأضلاع هادو؟ لأن ملي غادي نجي نهضر على الحساب المثلثي في الجزء الأول ديالو، كاين واحد القواعد دي غاكل اللي غادي يمكنوك اولدي باش غادي تحسب ما يسمى بالنسب المثلثيه. هاد النسب المثلثيه بالنسبه للتلميذ اللي يلا غيكتشف هاد الدرس، اللي هما اون فرونسي سون تابلي لي رابور تريغونوميتريك. كنتكلم هنا على الكوس، يعني هذا الرمز راه ما غريبش عليكم، لا بلوبا ديال زيرو يكون كيقلب في الكالكولاتريس سيانتيفيك كتبان لي مكتوبه كوس سين تون، هادي ان هادي اس اي ان. اشنو معنيت هاد الكوس والسين والطون؟ هنايا كوس يعني كوسينوس، وبعض المرات ما كيكتبوش لك تي ا ان، كيكتبوا لك تي جي، داكوغ، راه عندهم نفس المعنى. هنايا كوسينوس، كوس يعني كوسينوس، كوسينوس كتقرا كوسينوس. اس اي ان سيتادير سينوس، والطونجونت تي ا ان سيتادير طونجونت. بالعربيه هنا بالنسبة لي كيقراو العربية، أنا كوسينوس هو جيب تمام زاوية حادة، كنقولو كوسينوس دا نونغل إيغو، أنا راه مازال ما كملش العبارة. دونك وسينوس دا نونغل إيغو، طونجون دا نونغل إيغو، كوسينوس يعني جيب تمام زاوية حادة. أنا ديس كنوضح لك هاد الكوس ديالاش زاوية حادة، كوسينوس دا نونغل إيغو، سينوس دا نونغل إيغو، إي طونجون دا نونغل إيغو. دونك شنو العلاقة ديال هادشي بالزاوية الحادة بلو تخيونغل غيكتونغل وبهاد الأسماء ديال الأضلاع اللي عندنا هنايا؟ أنا غادي نعاود نفكرك مزيان، تبع معايا الله يخليك. في هاد الجزء الأول ديال هاد الدرس غادي نتعرفو الساد على كيفاش غادي نحسبو هاد لي رابور تريغونوميتريك اللي هما ديالاش ديال النسبة المثلثية. تقريبا راه كيتشبه لطاليس، ضلع على ضلع، ضلع على ضلع، ضلع على ضلع، يعني دي رابور نسبة على شكل كسر، متفقين؟ وهنا هاد القواعد في هاد الجزء الاول غادي نحسبوهم بالاضلاع، غنعتمدو فيهم في هاد الجزء الاول على قواعد اللي فيها الاطوال ديال الاضلاع، لي لونغور دي كوتي دان تريونغل، متفقين؟
Et bien sûr, cosinus d'un angle aigu, sinus d'un angle aigu et tangente d'un angle aigu, كل قاعدة على حدة خصني نحفظها ونفهمها كيفاش غادي نجبدها من لو تريونغل ريكتون. حيت في الجزء الثاني ديال هذا الدرس كاين علاقات اخرى اوتر ريلاسيون دي ريغل اللي غادي نحسب بهم هاد الكوسينوس والسينوس والطونجونت. دونك كيفاش هاد الكوسينوس والسينوس والطونجونت غنحسبهم من خلال هاد لو تريونغل؟ قبل ما ندوزو هاد القواعد ونفهموهم اجي معايا هنا لو تريونغل باش نفهم كيفاش غادي نحط هادوك الاضلاع. انا غادي نحط لك القواعد، الكوس كيفاش كيدار والسين كيفاش كيدار والطونجونت كيفاش كيدار. دونك هنايا عطيتك اسماء وانا غادي نشرحهم لك دابا. الوغ الكوسينوس مثلا ديال بي او لا ا بي سي، سينوس ديال لو ميم اونغل ا بي سي، طونجونت دو ا بي سي. Par exemple, on veut calculer cosinus de ABC, de l'angle ABC. L'angle ABC est ici. On chauffe maya. Mais dans le cosinus de ABC, zéro ABC qui fait je dire. Il y a zéro un. Je sais pas zéro un. Had عندي هنا في المثلث. Qui est zéro un قائمة ou qui connu عندي deux angles aigus. Qui connu عندي juste les zéro un had. On a deux angles aigus. Donc, ça se bien, chaque triangle rectangle comporte deux angles aigus. Il y a un angle qui est 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 دونك خاصك تعرف بان هاد النسب المثلثيه ديال الكوس سينوس والطونجونت ما يمكنش نقول كوسينوس ديال الزاويه قائمه او السينوس ديال الزاويه قائمه او الطونجونت ديال الزاويه قائمه، لا كنقولوا غير الزوايا الحاده. وهنا نورمالمون في لو تريونغل ريكتونك اون ا دو زونغل ايغو، يعني جوج زوايا حاده. كاين الزاويه ا بي سي، ملي كنقول لك ا بي سي شوف الشابو فين محطوط، فوق النقطه بي، يعني بي هو الزاويه، هو يعني هو راس الزاويه، لو سومي دو لونغل، لو سومي دو لونغل. La même chose ici, sinus de ABC et tangente de ABC. Donc, naya, galina ussed bi anna ra3dna jouj zawaya hada. Mtafqin. Kifash ghanhseb cos, w kifash ghanhseb sin, w kifash ghanhseb tangente. Bien. Donc, القاعده en général, كتقول لك هنايا l'adjacent, ana ddit lekom tarjama بالنسبه للناس اللي كيشوفوا en arabe, l'adjacent sur l'hypoténuse. هنايا لوبوزي سور ليبوتينوس، هنايا ها هو ليبوتينوس اللي هو الوتر، ليبوتينوس الوتر، ليبوتينوس هو ماذا؟ هو الوتر. دونك خاص تعرف بأن لو تريونغل ريكتونغل عندنا في زاوية قائمة وداك الضلع اللي مقابل مع الزاوية القائمة هو اللي كيتسمى الوتر. شفنا هادشي في الدرس ديال المبرهنات بيتاغور، تيوريم دو بيتاغور، داكوغ؟ الوغ هنا القاعده كتقول كوسينوس ديال لونغل ايغو اون جينيرال ماشي بالضبط ا بي سي كنديرو لادجاسون على ليبوتينوس، يعني الطول، طول طول ديال الضلع لادجاسون اللي غنشرحو لك هنايا بالعربي. لادجاسون هو الضلع المحادي، لو كوتي ادجاسون هو الضلع المحادي، وكاين لو كوتي اوبوزي بالعربيه هو الضلع المقابل. صافقين، حنا نديرو هنايا بالعربيه ماشي مشكل، المحادي على الوتر، ليبوتينوس هو الوتر. هنايا لوبوزي سيتادير المقابل على الوتر، وهنا طونجونت هو المقابل، باردون اون فرونسي بروميامون لوبوزي سور لادجاسون، لوبوزي سور لادجاسون هنايا بالعربيه المقابل على المحادي، المقابل على ماذا؟ على المحادي. المشكل اللي كنلقى عند مجموعه ديال التلامذ هو كيقول لك استاذ كيفاش غنجبد هاد الاضلاع، هذا ادجاسون وهاد ليبوتينوس. بيان واخا اجي معايا باش نفهمك مزيان، مي غادي نجي نتكلم على هاد الزاويه هادي اللي هي الزاويه ا بي سي، حنا غندير لها اوتر كولور باش هكا نفهمو. دونك هادي هي الزاويه اللي كنتكلم عليها. هنا واخا في التمرين يكون ما طالبش لك الشكل، رسمو باش تعرف كيفاش غتجبد الاضلاع في الوسخ ديالك. الوغ هنايا مي غنتكلم على الزاويه ا بي سي، لونغل ا بي سي، بوغ ديتيرميني لو كوسينوس دو سيت اونغل ا بي سي اون دو ديتيرميني لو كوتي ادجاسون سور ليبوتينوس. مزيان، اجي نهضرو دابا على الاضلاع باش نفهم. خاصك تعرف بان المثلث عندنا فيه ثلاثه الاضلاع،
اللي هو قائم الزاوي المثلث بيان سور. الوتر كتبقى تشوف معايا مزيان هنايا، كاتب لك سميتو هو الوتر، ما فيش جوج اسماء، يعني ليبوتينوس كيبقى هو ليبوتينوس، عمرك ما تبدل ليه السميه ديالو، كيلعب دور ديال ليبوتينوس. هاد الضلع ابي لو كوتي ابي كيلعب جوج ديال الادوار، الى دو رول، الى دو رول. كاين لو كوتي ادجاسون سيتادير الضلع المحاذي، وكاين لو كوتي اوبوزي يعني الضلع المقابل. كيفاش لو كوتي ادجاسون الضلع المحاذي، وكيفاش لو كوتي اوبوزي الضلع المقابل؟ اللي ما فهمش غيعاود معايا مزيان هاد اللقطه هادي. المحاذي ها هي الزاويه، الزاويه شحال من ضلع كيكون شاده، شحال من ضلع، هادي هي الزاويه ياك. هادو هاد جوج اضلاع دابا عندي، هادي هي الزاويه، ها هي شوف معايا مزيان، هادي اللي حاطين عليها الصبع هنا، هما كيتلاقاو جوج الاضلاع كيتلاقاو هنايا فهاد النقطه هادي، متفقين؟ هادي هي الزاويه، هاد الضلع هاد الضلع، هاد جوج الاضلاع اللي هنا كيتسموا اضلاع محاذيه، كيتسموا اضلاع محاذيه. En français sont des côtés adjacents. Adl al muhadi les zawiya li kihzou zawiya chadina huma li kikounouha. Tafqin? Mi ghadi nji nhedr ala hada shekl li andi hna. Hna ustad BC atinou l'hypoténuse. Wach yemkin nqoul alih ta huwa muhadi? Had dal BC w AB huma raha fil asl adl al muhadi dial zawiya kihadiwa. Yani kidouzou hna chadina. Tafqin? Donc hadi hiya zawiya. Adl al li kathadiha huwa BC w kayn AB. BC عندنا استاذ اسم ديالو، دونك بي سي ما عندناش الحق نقولوا عليه المحادي، اون بو با دير كو بي سي سي لاجاسون، حيت لو كوتي اجاسون بالعربيه هو المحادي، دونك بي سي غيست ليبوتينوس. مي ا بي اون اي سي دو رول، عنده دو نون، ولكن هنا السميه ديالو على حسب الزاويه اللي كتكلم عليها. كنتكلم على انا على لونجل بي، دونك ا بي اش كيمثل بالنسبه ليه؟ بالنسبة للزاوية بي اش كيمثل بالنسبة للونجل أ بي سي؟ هاد أ بي لو كوتي أ بي اش كيمثل؟ كيمثل أش؟ المحاذي، لو كوتي أدجاسون. جيسبيغ كو سي كلاغ. غتسولني في البلاصة أستاذ أول أوبوزي؟ لوبوزي ديال هاد الزاوية، دابا حنا ملي غنقولو كوتي أدجاسون لا ياش، كوتي أدجاسون ديالها ديال الزاوية، لو كوتي أوبوزي ديالها أش ديال الزاوية، أش من زاوية حادة؟ دو لونجل إيكو، دونك أدجاسون هو هذا. اللي كيحادي، اما هذا هو راه في الاصل كنعرفوا بانه محادي كيف ما شرحت لك، ولكن كنقولوا عليه هنا شنو؟ ليبوتينوس. لوبوزي استاذ شنو هو؟ لوبوزي هو المقابل، مقابل لاياش لهاد الزاويه هادي. شكون هو الضلع اللي مقابل مع الزاويه بي كيشوف فيها؟ شكون هو؟ اسي، اسي اي لوبوزي دو دو بي، اسي اي لوبوزي دو دو بي. شوف معايا دابا ا بي شنو هو الضلع اللي، شنو الدور اللي لعبوه دابا هنايا؟ لو رول هو لو كوتي ادجاسون، سيتادير الضلع المحاذي، حيت كنتكلم على الزاويه بي، والوتر كيبقى هو الوتر، متفقين؟ ما كنبدلوش السميه ديالو نهائيا. غنهضرو على الزاويه سي، لونجل سي، هنايا عطيني لادجاسون ديالها، شنو هو لادجاسون المحاذي ديال الزاويه سي؟ هو ا سي، هاهو كاين هذا وكاين هذا، جوج اضلاع، ولكن بي سي عنده سميتو هو الوتر. وهاد اسي اش كيتسمى؟ لاجاسون، الضلع المحاذي الذي يحاذي الزاوية سي. وشكون هو لوبوزي ديال هاد الزاوية سي؟ ا سي بي. نقد ما عطيكش في التمرين ا بي سي ا بي سي ا بي سي، نعطيك ا سي بي. هنايا لاجاسون ديال ا سي بي هو ا سي، ولوبوزي ديالها غتشوف اللي مقابل معاه، شكون الضلع اللي مقابل؟ هو ا بي. شوف معايا دابا ا بي شحال من دور لعب؟ لعب لاجاسون في حالتي الا كنت كنهضر على الزاوية بي، ولعب لوبوزي الدور ديال لوبوزي في حالتي الا كنت كنهضر على الزاويه سي. اجينا نهضروا دابا على هاد الضلع ا سي، ا سي لعب لاجاسون مين هضرت على الزاويه سي، هاي شو الزاويه سي، ولوبوزي لعب الدور ديال لوبوزي مين وليت كنهضر على الزاويه بي، حيت لوبوزي ديال بي هو لو كوتي ا سي. جيسبيغ كو سي كلاغ. تري بيان. ندوزو دابا استاذ هنايا الكوسينوس ديال لونجل ا بي سي. كوسينوس دو لونجل ABC اش قالت لنا القاعده؟ غناخذوا لادجاسون على ليبوتينوس. انتبه معايا، الكوس والسينوس بجوجهم كيتقسموا على ليبوتينوس، على BC اللي هو الوتر. دونك انا الا بغيت نحط الجواب ديالي، انتبه معايا، شكون هو لادجاسون ديال ABC؟ ها ABC استاذ، لي زادجاسون عندنا جوج لي كوتي، دونك هذا ليبوتينوس، مايمكنش نقول عليه ادجاسون، ولكن AB هو لادجاسون، دونك AB sur l'hypoténuse. Quelle est l'hypoténuse dans ce cas? C'est BC. C'est très facile.
ندوزو لو سينوس. القاعدة ديال السينوس كتقول لك خذ ليا لوبوزي على ليبوتينوس. لوبوزي سو كوا؟ سو ليبوتينوس. الوغ لوبوزي دو لونجل ABC كنتخيل مع نفس الزاوية بي، لوبوزي هو AC مقابل ديالها. ها هو الزاوية بي شكون يقابل معها؟ AC سو ليبوتينوس اللي هو BC. وغنجيو طونجونت كيقول لك لوبوزي سو لادجاسون. لوبوزي سو كومبيان؟ سو لادجاسون. الوغ لوبوزي ديال الزاوية بي سي AC يعني المقابل على لادجاسون اللي هو AB. تفقين؟ لوبوزي ديال الزاوية بي هو AC ولادجاسون ديال لونجل بي سي AB. دونك AC سور AB. جيسبيغ كي سي كلير. دونك هذه هي القواعد كيفاش كنحسب اون جينيرال كوسينوس سينوس او طونجونت. دابا غادي نوريكم واحد الكلمة لاتينية اللي مجموعين فيها هاد القواعد باش تعقل عليها وما تلفش من بعد. إلا فهمتي الترجمة ديال هاد الأضلاع، هاديك الكلمة هادي راه فيها مجموعة ديال القواعد اللي هاكا كوسينوس كيساوي لنا لاجاسون ليبوتينوس، سينوس كيساوي لنا لوبوزي ليبوتينوس، و طونجون كيساوي لنا لوبوزي سوغ لاجاسون. حنا غادي نشوفو هاد الكلمة اللاتينية باش هاكا ما ندوخوش. بيان، تخي بيان. دونك بالنسبة للكلمة اللاتينية اللي قلت لكم عليها راه مجموعة فيها القواعد، ألوغ هنايا حاول تمسح هادوك الأضلاع باش تشوف واش فاهم ولا لا. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا واحد الكلمة اللي غتقرا بحال هكا، راه كاين شي تلاميذ كيضحكوا عليها. سوكا توا، سوكا توا، سوكا توا. هنا راحت معايا راه فيها 9 ديال الحروف، غادي نقسمها هنا على 3. داكوغ، كاين هاد الجزء هذا، وكاين هاد الجزء، وكاين هاد الجزء اللي هنايا. هاديك كوسينوس والسينوس والطونجونس كيف كيتحسبوا الساد راه كلهم مجموعين هنايا. اجي نتكلم على السينوس اس. اس راه معنيتها سينوس، اش كيساوي ديال واحد لونغل ايغو. سينوس اش كيساوي الساد؟ او شنو معنيتها؟ يعني لوبوزي، يعني المقابل. بلا ما نكمل اوبوزي المقابل. شو سور اش يعني ليبو تينوس. ليبو تينوس هادي الاولى. نهضروا على السي. كيسك سافي ديال السي؟ سي يعني الكوس. شوها سي يعني الكوسينوس. اش كيساوي؟ لادجاسون ا يعني لادجاسون يعني المحادي على ليبوتينوس اللي هو الوتر. متفقين؟ ها هي الثانيه. والثالثه هي طونجونت تي سيتادير طونجونت. اش كيساوي؟ لوبوزي sur l'adjacent. L'opposé sur l'adjacent. Et voilà. Ah, moi, les relations que nous avons fait le faire. Il me clique dans tes mains. J'espère que c'est clair. Bien. En dessous d'abord, le mitel. Encher, les voix longues ACP. Il a pris la semaine que maintenant, c'est bien la cause de l'angle ACP. نعطيك هنايا 3 وهنا 4 وهنايا 5. داكوغ؟ كوسينوس أ سي بي، سينوس دو أ سي بي، إي طونجونت دو أ سي بي. دونك شنو هي الزاوية كنتكلم عليها؟ واش أ بي سي ولا أ سي بي؟ كنتكلم على الزاوية، باردون، هنايا غادي نكتب أ على الزاوية، كاين الأونجل أ سي بي، رأس الزاوية فين كاين؟ في السي. إذا كنتكلم على إيش؟ على الزاوية سي. دونك كوس، شنو قلنا؟ عندنا الكوس والسينوس. انا نعاود نكتب القاعده واخا ماشي مطلوب مني، ماشي ضروري نكتبوها، صافي خص تجي ديريكتومون دي اضلاع. الكوس كيساوي لادجاسون سور ليبوتينوس، سينوس كيساوي لوبوزي سور ليبوتينوس، والطونجونش كيساوي يعني مقابل الوتر. الطونجونش كيساوي لوبوزي سور لادجاسون. يلاه انتبه معايا الله يخليك. كنتكلم على الزاويه سي. عطاوني لادجاسون و ليبوتينوس. ليبوتينوس هو بي سي، صافي سالات الهضرة، راه باين الوتر. لادجاسون هو المحادي. شنو هو لادجاسون؟ كاين هذا وكاين هذا ديال الزاوية السوية، كاين هذا وتر. إذا شكون بقى؟ أسي. متفقين؟ ندوزو دابا لأسي بي. سينوس ديال أسي بي، سينوس قالنا هو المقابل على الوتر، لوبوزي سيغ ليبوتينوس. شكون هو لوبوزي ديال الزاوية سي؟ هو اللي مقابل مع أبي. دونك أبي والوتر راه كيبقى هو بي سي. داكوغ؟ تمايا.
ندوزو للطونجونس. الطونجونس كتساوي لوبوزي سور لادجاسون. لوبوزي سور كومبيان؟ سور لادجاسون، يعني المقابل على المحاذي. شكون هو المقابل بالنسبة للزاوية سي؟ هو هذا ا بي شو سور سور كوا؟ سور وي لادجاسون. لادجاسون هو ا سي. وغادي نعوض، اون فوا رومبلاسي ا سي تيغال ا كومبيان؟ 4 سور ليبوتينوز لي هو بي سي هي 5. الى قسمت 4 على 5 عطانا 0.8. سينو شنو عندنا؟ ا بي شحال كتساوي؟ 3 ها هي على 5 يعني 0.6. هنايا ا بي هي 3 على ا سي اللي هي 4 عطانا 0.75. جيسبيغ كو سي كلير. نعطيك واحد لا غومارك، انا باش ما نساوش هاد غومارك، هو ان دائما غومارك تابعوا معايا، الكوسينوس ديال لونغل ايغو ايتي الريزولتا ديال لا ميزور ديالو دائما كتكون ما بين 0 و 1، بحال بحال السينوس ديال الفا ديال لونغل ايغو اي كومبري توجور اونتر 0 اي 1. الكوس السينوس كيكون محصور ما بين 0 و 1، ما خرجتنا ما بين 0 و 1 اذا كاين شي خلل في النتيجه ديالك او في العمل ديالك، متفقين؟ وبالنسبه للطونجونت ما عندناش فيه مشكل. كنتمنى ان هادشي يكون واضح ومفهوم. نتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثاني ديال لا تريغونوميتري. والله ولي التوفيق للجميع ان شاء الله.